السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحقيقة من شوية كده فوجئت بحاجة غريبة جدا، لقيت على قناة الحدث ان كريم ابو حسين اللي هو المذيع في قناة الحدث اللي بيقدم برنامج في الجول، فوجئت بيه بيقول ان المستشار مرتضى منصور هيعلن قرار اعتزاله، وبكرة في اجتماع لمجلس الادارة بالكامل من غير المستشار مرتضى ومنصور علشان يتخذوا هما كمان قرار الاعتذار عن الاستمرار في ادارة نادي الزمالك. طبعا انا ياما اتكلمت عن المستشار مرتضى منصور ودافعت عنه ايام اما اتشال ظلم واتجمد هو ومجلس ادارته، واتكلمت كتير ان مش هينفع نادي الزمالك الا المستشار مرتضى منصور، وياما طلبت بعودة المستشار مرتضى منصور. الراجل كرجل قانون لجأ للقضاء وقدر ياخد حكم من القضاء وقدر يرجع تاني لنادي الزمالك بعد قرار ايقافه 4 سنين، وبعد قرار وزير الشباب والرياضة بتجميده هو ومجلسه، ومن ساعة ما رجع ونجح في الانتخابات كل شوية قضية على الزمالك، كل شوية هجوم على الزمالك. الراجل هيلاقيها منين ولا منين؟ انا بصراحة لو مكانه اشتري صحتي واسيب الدوشة دي. اعداء الوطن واعداء الزمالك واعداء المستشار مرتضى منصور تكلبوا عليه وبيحاربوه على كل شكل وعلى كل لون. لكن لو سيادة المستشار سابنا، عايز اقول له ما تسيبناش يا سيادة المستشار. الواحد دلوقتي بينام ومش حامل هم نادي الزمالك، الواحد بيصحى ومش حامل هم نادي الزمالك، لان في نادي الزمالك رئيس بيحرص على مصلحة نادي الزمالك. فانا لا املك الا اني اناشدك، معلش استحمل وراك جمهور بالملايين، جمهور نادي الزمالك العظيم بيدعمك واقف وراك، واصبر ونتمنى من المسؤولين في البلد يتدخلوا لحماية نادي الزمالك من اللي بيحصل فيه. ده النادي الوحيد اللي في العالم اللي بيحصل فيه المشاكل دي كلها. سيادة المستشار ما صدقنا انك رجعت، وعايز اقول حاجة، حسبنا الله ونعم الوكيل في أعداء الوطن وأعداء الزمالك وأعداء المستشار مرتضى منصور وأعداء جماهير الزمالك العظيمة.